FM. الكلمة ليك. أما الحكومة التونسية ما خدمتش حتى شيء الملف ومش حابة تخدم. هلا بروفونيتا وأنا عندي من لوسيس أنا في تونس. حتى أوفيسيال ما نادل. حتى مسؤول ما نادل إيش عندك شو ما عندك شو عملته. يعني بعد السيسيمي يعني بعد الزيارة متاعك اللي رأي العام الكل سمع بيها وحضرت بتغطية إعلامية زيارتك أنت والمدام ليبيا. قل لي اليوم وتأكد لي أنه ما في حتى مسؤول تونسي هز التليفون وكلم قال لك السامي ريجة خلنا قول لنا شو عملتش ما عملتش باش كون اتصلت شرقيتش ما لقيتش. اي نعم. هل هذا معقول مهز؟ انا نطلب فيها ما قاعد يتكلم هكا نتمناها انه يكون يبالغ ما هوش يعطي في الحقيقه. يعني انا 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 تو قبل ما نجيكم لهنا كنت نطلب في المسؤولين اجتماع يا سيدي حتى مش على راهو غير عادي الشيء هذا يا معز يا سيدي مش على خاطر ان الدوله تقوم واجبها في البحث على الحقيقه بخصوص زوز مواطنين من مواطنيها اختفوا في ليبيا. سامي الكتاري ولا يتحرك بكارنيه دريس ليبي يا اخي تخيلوها حاجه باهيه الكلام هذايا هذه فضيحه في حقنا نحن وفي حق التوانسه. يا اخي انه سامي الكتاري يستضيفوه الليبيين على حسابهم وكذا ويمشي ويدور ويرجع وما فما حتى مسؤول حتى مسؤول امني ما كلمك حد لا اداري لا حكومي لا امني لا شيء. الكلمه ليك.